فضيحة كبيرة. وين راحوا المليار دولار؟ أي مينتنس عملت؟ ما معهم خبر شيء عن الإصلاح، شيء لا يصدق. أي مناقصة منهم؟ وين في مناقصة؟ هيدا الموضوع لا يليق بدولة فرنسا. كل اللي عم بيتشدقوا بالإصلاح، طرقتني بهالسؤال ما لفت نظر حدا بلبنان غير فادي عبود؟ شغلة مبكية يعني. إن كانك رجال، طلب إنك تشوف المحاسبة تبع اللجنة المؤقتة.